إلى المباراة التي تأخر في شوطها الأول بهدفين نظيفين ليوفنتوس الذي افتتح التسجيل عن طريق ديبالا في الدقيقة 10 قبل أن يعزز أفضليته عن طريق البوسني بيانيتش بتسديدة مميزة سكنت شباك دوناروما حارس الميلان الذي نجح مرتين هذا الموسم في إهداء الأفضلية لميلان، لكنه هذه المرة لم ينجح في تكرار الأمر هنا في تورينو التي ما زالت عصية على فريق إيسي ميلان. روسونيري في الشوط الثاني كان قريبا جدا من العودة، قلص النتيجة في الدقيقة 52 من زمن المباراة عن طريق الهدف الذي سجله بشكل رائع البرازيلي باكا، لكن بعد الهدف بدقيقتين فقط اضطر إيسي ميلان